أزول ومرحبا بكم مرة أخرى في الحلقة الرابعة من سلسلة أمازيغ الأندلس إمازيغا وأندلس. في هذه الحلقة هذه ما غادي نهضروش على شي شخصية تاريخية، ولكن غادي نهضروا على واحد المدينة أسسوها وحكموها الأمازيغ المغاربة في عهد ملوك الطوائف واللي خلوها لحد الآن هزة سميتهم. ولكن قبل ما ندوزوا للموضوع ديالنا ديال هذا اليوم، ما تنساوش تشتركوا. بالنسبه للناس اللي يلاه جداد، اشتركوا في القناه ودعمونا بالتعليقات ديالكم وايضا بالاراء ديالكم واللايكات ديالكم. والناس اللي عندهم تيك توك ما تنساوش تتبعوني في تيك توك، راه كنحط حتى هذا المحتوى في الحساب ديالي في تيك توك. يلا بينا نشوفوا القصه ديال هذه المدينه هذه اللي اسسوها وحكموها امازيغ مغاربه. ايت مديستما ازول نون غوسارو متمازيغت دي خمات فمتين فاس توريوين استمازيغت الدارجة. المدينة اللي غادي نهضروا عليها اليوم في هذا الفيديو هي مدينة البراثين، هذا هو الاسم الإسباني ديالها. هذه المدينة هذه كاينة في المنطقة أو في الإقليم ديال أراغون شمال شرق إسبانيا حاليا. هذه المدينة هذه كانت العاصمة وكانت المنطقة اللي حكمها واحد العائلة أمازيغية من شمال المغرب، وكما تيبان من الاسم ديالها فالتسمية ديالها جاية من اسم ديال هذه العائلة هذه واللي هي بني الرازين. هذه القبيلة ديال بني الرازين أسست واحد الطائفة ديالها في عهد ملوك الطوائف في سنة 403 هجرية في هذه المدينة هذه، وحكمتها تقريبا ما يقارب 90 عام. هاد العائله هذه بقات حاكمه هاد المنطقه هذه حتى العام 496 هجريه، فاش غادي يطيح نهائيا الحكم ديالهم على يد المرابطين، وايضا الحكم ديال بزاف ديال الطوائف في ايدي المرابطين اللي كانت فيه العاصمه مراكش اللي هي العاصمه المركزيه ديال الامبراطوريه المرابطيه. هاد العائلة ديال بني رازين كترجع الأصول ديالهم لقبيلة بني رازين اللي سكنت المجال ديال كتامة وغمارة، واللي هي قبيلة من فروع القبيلة الكبيرة ديال هوارة الأمازيغية المغربية. الحاكم الأول هو هذيل بن عبد الملك بن رزين، واللي كان معروف عليه بأنه كان حاكم عادل. وأيضا كان واحد الجماعة ترابية سميتها النيت بن رزين في الإقليم ديال شفشاون بنفس السميه ديال البراثين اللي كاينه في اسبانيا، وهي ايضا الموطن ديال هاد العائله الامازيغيه المغربيه اللي حكمات في عهد ملوك الطوائف المنطقه ديال البراثين باللغه الاسبانيه او طائفه بني رازين. وفي الختام كنشكركم بزاف على المشاهده ديال هذا الفيديو، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعمونا بالتعليقات ديالكم وايضا الاراء ديالكم. والناس اللي متابعيني في تيك توك ولا اللي عندهم تيك توك، ما تنساوش تتابعوني ايضا في تيك توك حيت نحط فيه حتى هذا المحتوى. وان شاء الله نشوفكم في شي موضوع اخر في حلقه اخرى مع شخصيه اخرى وموضوع اخر.